في ثورة فبراير وعلى طب خلينا الوقت بعيد عن الشغل. اسمعني يا دكتور، في كارثة. داني أكمل، داني أكمل. في كارثة في ليبيا، في كارثة. وضعوا ميزانية المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي وضعت ميزانيته تحت ميزانية الحكومة، حكومة الكيف سابقا. وفي ذلك الوقت كان هناك تآلف وانسجام والثورة قريبة. لماذا لا تغيروا التشريعات؟ أنتم مش في إيديكم التشريع. وضعنا نفس الميزانية، صرنا الآن فقط في 2014 سنغير هذا التشريع لمن سيأتي بعدنا. وهنا أناشد اللي أن لا يخطئ مثل هذا الخطأ من سيمثلنا ليبيا في الهيئة التأسيسية وفي البرلمان القادم، لا يجعلوا ميزانية كما كان يعملها القذافي. كانت ميزانية ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامة، وهي جهة تنفيذية في ليبيا. خليني في المصيبة دي الأول يا دكتور لو سمحت. كان يسمى مؤتمر الشعب العام، وكان القذافي يصرف أمواله بالهاتف. فجاء المجلس الانتقالي، استمر نفس الطريقة التي أن جعل ميزانية سلطة تشريعية تحت الحكومة. المراقب المالي في وزارة المالية هو الذي يتحكم في سير الأمور المالية. إزاي الحكومة، إزاي أنتم ماشيين بالعكس وعايزين تنهضوا بالبلد؟